قال لي خواتي هو كيسخن شي شي صاحبي ديال زير ديال الشباب. طبعا كنتو كتعرفوا اللي هاد النقابه الاستاذ الدكتور الخطيب رحمه الله فدعوا له وكان هو الرئيس ديالها. هو في الحقيقة دابا الرئيس ديالها هو سي زويتو كيتشاور معايا بعض المرات ولكن ما كيديرش داك الشيء اللي كان لا هو لا القيادة قال لك اسيدي الاستقلالية حنا اسيدي مستقلين ولكن راه حنا بحال الأب مع ولده ما يمكنش الأب وولده تولي بيناتهم الشراكة أكثر من الشراكة. الحزب والنقابة راهم ذات واحدة هكذا خصكم تفكروا وهكذا خصكم تعاملوا. اخواني النقابة هي اللي ولا بغيت نهضر عليها لأنه هاد الحكومة هادي جات بالأساليب ديالها خلات هاد النقابة هادي ما يكونش عندها 6% في القطاع العام ولكن عندها 6% في القطاع الخاص والغات الحق ديالها باش في الحوار. وانا كنشوف هاد النقابة هادي غير هاد الجمهور اللي حاضر دابا كيبين بانها كتبتل شريحة مهمة من العاملين والموظفين والشغيلة بنسبة العمل. علاش هاد الاقصاء؟ واش حتى تجي شي نهار شي مصيبة لا قدر الله عاد بداو كيتجراو باش يجيو يعيطوا عليها؟ قال لك اللي يبغى يلقى القراب في الصميم كيتصاحب معاه في الليالي. واش فهمتي ولا ما فهمتي؟ لا بغيتي تلقى القراب باش يعطيك الماء في الصهد خاصك تكون صاحب معاه من الشتاء ماشي تجي الصهد عاد تبدا كتقلب عليه. وهاد النقابات هادو اللي كيتذكروا معاهم شنو هو الوزن الحقيقي ديالهم؟ الوزن الحقيقي ديالهم ظهر في الازمه ديال التعليم. فذاك الوقت هاد النقابات هادو كانت كتوقع مع الحكومه لا غدا كتصلح الاضرابات كتعاود توقع مع الحكومه لا غدا كتعاود تصلح الاضرابات جوج ثلاثه د المرات ما عرفتش شحال خرجات شي حاجه سميتها التنسيقيات. معنى ذلك ان هذه النقابات لم تعد تمثل الشغيله واخا اعترفت بها الدوله وتتهلا فيها الدوله وتتهلا فيها السيد رئيس الحكومه ولكن ولهذا حنا كنطالبوا السيد رئيس الحكومه يراجع الحسابات ديالو ويشوف بعينيه وما يفرط حتى في واحد. الحوار لا ياتي الا بخير ولكن بطبيعه الحال هذه النقابه هذه ولا الحزب الذي تنتمي اليه وينتمي اليها خالقين لهم مشكل في الاذهان ديالهم وباغيين يقضيوا عليهم. ولهذا اول ما غنقول لكم وجدوا ريوسكم هذه هي الحقيقه. انتم خصكم تصبروا وخصكم تناضوا وخصكم تواجهوا ماشي حنا حينتاش حنا مدينين غنكونوا ضريفين في من القياس الظرافه في حدود وإلا راه لما خرجتيش عينيك وحمرتي واحد شويه والله ما كاين اللي يديها. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.